انطلاقا من النهج الإماراتي الذي يؤكد مكانة وأهمية المعلم ونبل رسالته السامية التي يحملها، أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة للاحتفال بيوم المعلم العالمي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، تعزيزا لمفهوم المشاركة المجتمعية. وقام عدد من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا بتوزيع الورود على المعلمين في الطابور الصباحي في عدد من المدارس التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعبر عن الشكر والثناء للمعلمين الذين يجتهدون لإنارة العقول بالعلم والثقافة والتصدي للعقبات باستمرارية التعليم. اختتم اليوم معرض الخليج الأول للتعليم والتدريب أنشطته في العاصمة أبوظبي، ويقام المعرض برعاية وزارة التربية والتعليم وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وبتنظيم من شركة ميد بوينت المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات. شهد الافتتاح مدير المدارس بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات المهمة بالمجتمع، بجانب أكثر من 2000 طالب وطالبة من المدارس ونخبة من طلبة الجامعة في الدولة والخليج. وعلى مدى يومين شكل المعرض منصة أتاحت للطلبة وخاصة في المرحلة الثانوية تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعة والبرامج الأكاديمية من خلال وجود ممثلي الجامعات المحلية والدولية لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية والإجابة على جميع استفساراتهم لتمكينهم من تحديد مسارهم الدراسي ما بعد التخرج من المرحلة المدرسية. منتدى دبي للمستقبل في ضيافة متحف المستقبل في دبي، ويعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء يومي 11 و 12 من أكتوبر الحالي، ويستقطب أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة.